De la mémorisation du Coran et soirées culturelles, l'espace famille et espace spiritualité. Et ne manquez pas le forum Génération, le rendez-vous des initiatives et de l'engagement. La 36e rencontre annuelle des musulmans de France, du 19 avril au 22 avril, au parc des expositions de Paris-le-Bourget. Plus d'infos sur ramf-mf.fr. Radio Orient. جلسة استثنائية ينتظر أن تقر خلالها خطة الكهرباء وفق تعديلات اللجنة الوزارية. مصادر وزارية أكدت للمستقبل أن الأمال معقودة على تصاعد الدخان الأبيض من الجلسة نظرا لأهمية الخطة في مسار الثقة بلبنان ولكونها مفتاح الدخول إلى الإصلاحات المدرجة في الموازنة الموعودة. المصادر نفسها ذكرت أن خطة الكهرباء ينتظرها المجتمع الدولي أيضا ليعيد الثقة بلبنان وبمسؤوليه وبقدراتهم على الدخول بالبلاد إلى مرحلة النهوض الاقتصادي تمهيدا للحصول على المساعدات المدرجة في مؤتمر سادر. مستشار الرئيس سعد الحريري عمار حوري شدد في حديث لإذاعة الشرق على أن الحكومة مطالبة بإقرار خطة الكهرباء تحت عنوانين أساسيين هما السقف القانوني وسقف الشفافية. أعتقد أن المواطن اللبناني يعني مل من هذه التنحرات ومن هذه النقاشات. المواطن اللبناني مصر على يعني أن يرى كهرباء في على مدى 24 ساعة، وهو يسمع هذا الكلام منذ عام منذ 9 سنوات حين 2010 أقرت خطة الكهرباء في حزيران على طاولة مجلس الوزراء، ومنذ أن وعدنا تارة من 2015 24 على 24 وتارة بتواريخ أخرى. هناك البعض الذي يريد أن يقتل الناطور ولا يريد أن يأكل عنبا، وهناك البعض من
يتحجر بمواقفه رفضا لأي نقاش. وأنا أقول أي نقاش يؤدي إلى الشفافية هذا أمر مرحب به. يعني إن يتم الحديث عن الهيئة الناظمة، هذه الهيئة تم الحديث عنها وتم حسم هذا الخيار في أكثر من قانون متعلق بالكهرباء، ولم يكن آخر هذه القوانين القانون 181 والذي أعطى مهلة 3 أشهر للوزارة لإنجاز هذا الملف لتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وكذلك لموضوع مجلس إدارة الكهرباء الذي انتهت مدته منذ مدة، وكذلك لتأكيد هذه الشفافية. حتى موضوع إدارة المناقصات القانون 181 الذي بموجبه أعطي مبلغ 800 مليون دولار الشهيرة، أيضا حث وأكد على إجراء المناقصات من قبل إدارة المناقصات وفقا للأصول المرعية. القول بأن هذه الجزئية تنص وهذه الجزئية لا تنص ليست هي الأساس. أنا أعتقد الحكومة اليوم مطالبة بإقرار خطة الكهرباء تحت عنوانين أساسيين قانوني وسقف